أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا
ومن لم يجعل ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه
فترى الأزق يخرج من خلاله وينزل من السماء فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك
صدق الله.